مرحبا بكم في قناة باب كندا من أي بلد بدون استثناء. شكرا لكم، شكرا جميعا لكدعم القناة كتابة الحلقات. كنتمنى لكم التوفيق في مشوار الهجرة، ودائما غادي نكملوا في نفس النهج وتنفس بنفس الطريقة للناس عندهم هذه الرغبة في الهجرة وتغيير الحياة ديالهم. غادي نتكلم لكم على واحد المنطقة جميلة جدا كيف كتشوفوا في الفيديو، من أجمل المناطق، من أجمل المقاطعات، محتاجة يد عاملة. تكلمت عليها في واحد الحلقة، ولكن اليوم كاين واحد ميزاجور أبديت، يعني واحد المعلومة جديدة خرجت في 3 ديسمبر، يعني 3 ديسمبر 2020، حطت واحد اللائحة ديال المهن وعمال وظائف محتاجة لهم في أسرع ما يمكن. تابعوا الحلقة الله يخليكم باش تشوفوا كيفاش غادي نديروا الطريقة وشكون الناس اللي قدروا يقدموا لهذه المنطقة، لأنها تعتبر من أجمل المناطق تاهي في كندا وبها مناطق شاسعة. شكرا لكم، تابعوا معي الحلقة. مرحبا بكم في قناة باب كندا، شكرا للجميع دائما من جديد. كيف شفتوا راه تكلمت في هذه الحلقة وشجعتكم على تسجلوا في هذه المقاطعة، وخاصة في هذه المنطقة دي سان جونز لابرادا. شوفوا معي مزيان، 3 ديسمبر 2020، ميزة جور de la liste des professions d'amende exemptées des tests sur le marché du travail. Sur le marché du travail. Elle dit le 3 décembre. Elle dit c'est une mise à jour. Khasabed Mokata. On a dit Trollo Lura, Choufou, Chnoul Manadiera. On a dit Rahamou Sata, ou d'Aiman Kinshijakom, Thomas Kamilom Lankom, Besh, Tarful, Malomon, Malomon Mouakada, ou Mataoulouch le vidéo. Elle dit Albilla Echa. Gil. وظائف أعمال، الناس عندهم خبرة عمال يدخلوا بأسبقية بدين فاصون بريوريتار بأسبقية وبلا ما يدوزوا مش اختبارات وشي بروسيسوس كان قولولو بحلوكا، يعني تدابير في مسائل الهجرة غتكون مسرعة جدا لأن المارشي تخافاي محتاج لهم في هذه المقاطعة. بهذا المعنى يعني لكتي من هاد الناس اللي كتشوف المهنة ديالك في هاد لاليست، ولا ليست راه كبيرة كمثال، غادي نبداو بلا سونتي، كنتي ميدسان، راديولوجي، انستيزي، ارماتولوجي، انفيرميير، انفيرميير بريبوزي، ملي كنتكلمو عليه المساعد، هادو كلهم مهن، بسيكولوج، كلهم. شي واحد كيسمعني في الصحة، ميدسان ولا من غيرو، باش تعرفوا واحد القضية، الميدسان هنا في كندا راه كيبدا ب 300,000 أورو، من 250 باش كيبدا 300,000 أورو في السنة، 300,000 أورو، ديرو لا كونفيرسيون في البلد ديالكم. وغتشوفوا شحال تخرج لكم. دي ميسيان سبيسياليست كيقدروا يوصلوا حتى 700,000 أورو في السنة. كنتي نورو شيروجيان ولا كنتي كارديولوج، هادو كيشدوا 500,000 أورو في السنة. نعم انفيرميير كتبدا بحال هادو، حيت فيهم انواع كيبداو ب 80,000 أورو، 100,000 أورو، هادو كيبداو ب 40,000 أورو، باش تعرفوا المهن. من غير الصحة كاينين سيكتورات اخرين غادي تدخلوا لهم نتوما وقلبوا في اللائحة الله يخليكم. عاطين هادو الأسبقية بحال هادو التكنولوجي د لانفورماسيون، انجينيور ديفلوبر، صاحب لانفورماتيك، انجينيور ديفلوبر، ديفلوبر، كله غادي تقراو هادو المهن اللي عندهم أسبقية في الدخول لهاد المقاطعة، لأن محتاجين ليها في أسرع ما يمكن. وكنخاطب الناس اللي خارجين كندا وداخل كندا. سبيسياليتي تكنيك، ناس اللي هادشي في التكنيك شوفو مزيان، سبيسياليست دو كلاود، بيو انفورماتيسيان، سيبور اسوسي، هادشي اوبيراتور، هادشي شوفو راسكم الله يخليكم. وشوفو راه اللائحة طويلة، وحاولوا اي واحد لقى المهنة ديالو والكفاءات ديالو والشواهد ديالو وفيه الشروط في هاد لا ليست غادي يحصل على، غادي يقدم على عقد عمل. غنوريكم المرحلة فين تقدموا على عقد عمل باش تدخلوا مباشره وفي اسرع ما يمكن. غادي توصلوا بالناس اللي غادي تقبل برد سريع جدا من طرف الحكومه ديال لابرادور، لان محتاجين ليها، محتاجين هذه اليد العامله، وغادي تدخلوا بعقد عمل في اقل من 3 اشهر. سي سا هي الميزاجور ديال 3 ديسمبر، باش كنتكلموا بالمصادر الموثوقه. Une mise à jour. Liste de professions.
غادي نوريكم تبعوا معايا كيفاش تقدروا تقدموا على عقد عمل، شنو الموقع اللي تمشيو له كم باش تلقى عقد عمل الناس اللي فيهم هذيك الشروط وعنده ولقى المهنه ديالو في ديك اللائحه. كنصحك صراحه قدم على العمل، غادي تجي دائما الموقع. انا غنخلي لكم الرابط ديالو كيشي امبلوا، كيف كتشوف تيغ نوف الى بغادا هو كيبدا بهيلث، يعني الصحه جميع هادشي تحط لو 3 ديسمبر كلهم هما هادو اجور 3 ديسمبر. قدم عليه انسان لقى فيه هادشي كلشي، المهن والارغوثيرابوت بون عشان كنهضروا على سونتي، ميكانيسيان على انتروتيان فيها اكثر من 30 و 40 الف منصب شغل. هادي يعني ما غاديش نساليو معها، ما غاديش كننصحكم نتوما اللي غادي تدخلوا لهذا الشيء طريقه بلا ما نعاود نكررها. خصكم تكونوا مسجلين في هذا الموقع اوفريغين سيسيون باش يكون السيره المهنيه ديالك ديجا تيليشارجيا داخله في الموقع. رجعوا للحلقه خاصه بهذا الموضوع على قناه باب كندا، انا حطيت واحد كيشرح بسيط كيفاش ديروا تسجيل وتحطوا السيره المهنيه. مثلا بحال هذا كتكليك عليه كتضغط عليه كيكون السي في ديالك موجود، كتقرا اشناهو اشخاص اوكازيونيل بهادشي المسائل كلها فوا كومون بوستيلي نفس الطريقه هيا كوم اون لين. غادي تكليكي عليه كوم سا، ولكن خص يكون عندك ديجا السيره المهنيه ديالك ولا لاتر دو بريزونطاسيون. شوف هذا راه داني دابا هذا لو سيت هذا غوفرنمونتال، هذا بون ديال لابرادور كيفاش كنقولوا بحال تقولوا وزاره الصحه ديال لابرادور، هما محتاجين العمال. شوفوه فيه بون 11 1 21 سوتيان 21، 6 في لابوغاتوار، 8 ميدسان، 6 جيستيون. هادشي اش كنقول لكم اسرعوا ابليكيو الناس. هذا راه وزاره الصحه ديال لابرادور راه وداني اوتوماتيكمون، يعني حطوها في كيشي امبلوا حيت لو كان ما عندهمش خصاص وباغي الناس مهاجرون. حيت بعض الناس كيقول لك بعض المرات راه خاص بالكنديين. نعم كيشي امبلوا ولا غيره خاص بالكنديين وخاص بالعمال الاجانب، لان كيشي امبلوا اللي جملي اسوسي مع ايميغراسيون كندا. باش نجاوب شي ناس الله يخليكم، راه كنبغيش نشرح بزاف في الفيديوهات سينو غادي نديرو 40 دقيقه. راه كيشي امبلوا هو غوفرنمون كندا، هي المعنى ايميغراسيون كندا سي لا ميم شوز، يعني راه ايميغراسيون كندا. وحنا الناس الكنديين والناس الاصليين اللي كيبغي يبحث على عمل راه ما كيمشيش لايميغراسيون كندا، ما كيعرفوش حتى شنو هي ايميغراسيون كندا. باش نشرح لكم شي ناس كيحطوا شي دي كومونتير ولكن ما عارفينش علاش. هنا كيخدموا باللينكد، كلشي كيخدم دابا بالميديا سوسيو. هذه نصيحه كنعطيها للناس هي غادي ندير على حلقه خاصه. خصكم تدخلوا للميديا سوسيو ماشي الفيسبوك وماشي يوتيوب، نو كاين واحد الطريقه بروفيسيونيل باش كتحط البروفيل ديالك، ان دابا هادشي كندا ولات خدامه بهذه الطريقه. لي ريكروتور كيمشيو البروفيل السوسيال ديالك، غادي نتكلم فيه من بعد ان شاء الله واسرع ما يمكن. وكاين ميم دي لوجيسيال كيشوفوا لي كاباسيتي ديالك كيفاش كيعملوا. كيف قلت لكم كيشي امبلوا غادي تمشيو له وتابليكيو. اون فوا ان شاء الله لا تقبلتي راه كيصيفطوا لك بروميس دومبلوا اوتوماتيكمون، وهما كيكومينيكو بحال دابا هذا لا عندك انت في الصحه، هذه راه وزاره الصحه يعني مينيسير دو لا سونتي كيتكلفوا بك كيعطوك اون بروميس دومبلوا كيصيفطوها ليميغراسيون، كيصيفطوها ليك انت كتجي للبيرو لو سيت ديال ليميغراسيون. ها هو راه كاينه حلقه خاصه به، غادي نخلي لكم حتى هو الرابط. شوفوا افيفو اون اوفر دومبلوا كدير وي اوتوماتيكمون كيدخلوك باش دير لا دوموند اكسيليري. كدخل ايميل ديالك سوي داكور بروشان وكتحط لا دوموند بوغ ان بيرمي دو ترافاي فيرمي باش تجي دون فاسون مسرعه بريوريتير. هذه هي الطريقه الوحيده باش لا كانت فيك هاد الشروط تقدم على عقد عمل في هذه المقاطعه باسرع ما يمكن. نخلي لكم واحد القضيه اخرى، الناس كتسائل دائما هذه ساهي سي بوزون بغيتي تجيب طريقه اخرى، هاد لو غيد راه مهم جدا فيه كل شيء، الاسئله اللي كطرحوها وكتبغيوها لا بغى شي حد راه نخليه له حتى داستان غيد بي دي اف
كاين في جميع الأسئلة كتسألو في لي تيست لينغويستيك، اختبارات اللغة، العمار، كل شيء، لي فورميلاغ هم باش تيليشارجيهم باش تدخل ليهم، هذا مهم جدا. وفيهم حتى لي دوكيمون باش تابوي باش تدعم الملف ديالك، راه اون بي دي اف. لا بغا شي حد يخلي في التعاليق غادي نشوف طريقة باش نرسلو لكم، لأنه هو إلي لغة يعني ميمكنش يتحط في يوتيوب مش حاجة، ولا غادي نحطو في السيت ويب ديال باب كندا إن شاء الله. ألوغ كنتمنى منكم يعجبكم تعجبكم هذه الحلقة، دائما نصيحة الناس اللي فيها الشروط وعند الرغبة أسرعوا، لأن هذه لو 3 ديسمبر لقيتي المهنة ديالك في لا ليست، قدم ولا تتأخر. وأتمنى لكم التوفيق، ما تنساوش لايك دعموا القناة، وإلى اللقاء.